يا صاحب البحر، لقد قررت أن أعمل معك. لماذا لا تجيبني؟ عن أي شيء أجيبك؟ أنت لم تسألني، لقد اتخذت قرارك وحدك. كنت أقصد أنني أتمنى العمل معك، وأريد أن أتعلم قيادة السفن. هل أنت جاد في طلبك؟ بكل تأكيد. اتبعني. يمكنك أن تعتمد علي في أي شيء يا سيدي، لن تندم أبدا، إنني ماهر وسريع التعلم. قف هنا وراقب الدفة، إذا تحركت يمينا ارفع يدك اليمنى لأعلى، إذا تحركت يسارا ارفع يدك اليسرى، فهمت؟ بالتأكيد، هذا أمر سهل سيدي الربان. ماذا أفعل عندما تكون الدفة ثابتة في المنتصف؟ تظل ثابتا مثلها، لا تتحرك. زياد، هل أنت مريض؟ لماذا لا تجري فوق السفينة وتلهو كعادتك؟ اتركاني، إنني في عمل. أي عمل؟ أتابع حركة الدفة لأبلغ الربان إذا اتجهت يمينا أو يسارا. إنه يعلم بحركتها بالتأكيد. أليس هو الذي يوجهها يمينا أو يسارا؟ هذا صحيح، أكان يسخر مني؟ يا صاحب البحر، يا صاحب البحر. ماذا تريد؟ لماذا تركتني أجلس في الخلف كل هذا الوقت وأنا لا أؤدي شيئا نافعا؟ تركتك كل هذا الوقت لأختبر طاعتك لي، وقد فشلت في الاختبار. تركت موقعك دون إذن، هذه واحدة. أهناك خطأ آخر؟ بكل تأكيد، إذا فكر كل بحار في السفينة منفردا سيختل النظام ونغرق جميعا. أنا الربان هنا لا أنت. بالطبع يا سيدي، أعتذر. أتعترف بالخطأ؟ نعم يا سيدي. ومستعد لتنفيذ العقاب؟ أمرك يا سيدي. قم بتقشير كل هذه الخضروات لإعداد العشاء. الله، الطعام اليوم طيب للغاية. أنت في كل يوم تردد نفس العبارة. الطعام اليوم مميز بالفعل، لأن صديقنا زياد شاركنا في إعداده. ما دمت راضيا عني يا سيدي، أكمل لي حكاية الملك طلو. نعم، أين توقفنا؟ عند الطعام الطيب. أيها النائم، أقصد أين توقفنا في قصتنا؟ عندما طلب الناس من نبيهم أن يسأل الله في إرسال ملك إليهم. لا، عبرنا هذا الجزء، وأرسل الله إليهم طالوت ملكا فرفضوا، وطلبوا دليلا على استحقاقه للملك. نعم، ثم جاءهم تابوت العهد الذي كان قد فقد منهم. لم تقل لي، ما هو تابوت العهد؟ تابوت العهد كان رمزاً لقوة بني إسرائيل وهيبتهم، كانوا يأخذونه معهم في الحروب فينتصرون على أعدائهم. ولما كان رمزاً لهيبتهم؟ لأنهم كانوا يحتفظون في التابوت بألواح التوراة وبقية مما ترك موسى وهارون. حسناً، وهل جاءهم التابوت؟ كيف يطير التابوت في السماء؟ انظروا، إنه يهبط من أعلى. سامحني أيها النبي الكريم صموئيل، لقد صدقتنا القول. هل لنا يا سيدي النبي أن نفتح التابوت وننظر إلى ما بداخله؟ إنه يشير بالموافقة. هيا أسرعوا، انظروا، أثار آل موسى وآل هارون كما هي. هذا طعام المن، ما زال طازجا، يصلح للأكل. هذه ألواح التوراة لم تمس. يا إلهي، أشعر براحة لم أعهدها. الآن وقد أكرمنا الله بإعادة تابوت العهد إلينا، يبدأ دورنا في العمل والإعداد للحرب. علينا أن نسرع في إعداد الجيش وتدريب الجند على القتال. تدريب الجنود سيستغرق وقتا طويلا. أقترح أن نستعين بجنود من الخارج يحترفون القتال. وما دافع هؤلاء الجنود في الحرب؟ المال بكل تأكيد. إذن يستطيع الملك جالوت أن يشتريهم؟
وينقلبون علينا إذا دفع أكثر. هذا صحيح، أمر محير. أيها الناس، لقد استمعت إلى آرائكم وأخذت مشورتكم، والآن إليكم قراري. سأعد جيشاً من الفلاحين والرعاة. فلاحين ورعاة؟ لا أريد مقاطعة. هؤلاء أجدر الناس بالقتال لاسترداد أراضيهم وقطعانهم المسلوبة، وسيبدأ الإعداد للجيش من صباح الغد. مولاي، هل تود تجربة النوع الجديد من الرماح؟ ليحمل كل منكما رمحاً، صوبا على تلك النخلة. هذا يثبت لمولاي أن الرماح الجديدة أفضل. لست متأكداً، لعل أحد الرماة أفضل من الآخر. تبادل الرماح ثم أعيد الرمي. أرأيت يا سيدي؟ نعم، الآن اطمأن قلبي. اصنعوا رماحاً من هذا النوع الجيد، تكفي لثمانين ألف جندي. لا بأس، ولكن هذا لا يكفي. توقفوا، ماذا يقترح مولاي؟ أريدهم أن يتدربوا فوق الخيول وعلى الأرض بالدروع وبدونها. بدون الدروع سيكون التدريب شديد الخطورة، والحرب لن تكون ساحة تدريب هادئة. أيها الملك الكريم طالوت، أريد أن أشتكي لك. ابتعد أيها الرجل. دعه، تكلم، أعطيك الأمان. أريد أن ألتحق بالجيش يا مولاي. ماذا تعرف من فنون القتال؟ لا أعرف شيئاً في الحقيقة غير الطهي وإعداد الطعام. أنت الآن واحد من أفراد الجيش. الجنود في كل الجيوش يحتاجون إلى تغذية طيبة. ستقوم أيها الجندي بمهمة إطعام الجيش. سيدي، نحن نسير منذ ساعات طويلة. أعرف، مر الجيش أن يزيد من سرعته. نتحرك أسرع، إننا نكاد نهلك من الحر والظمأ. كنت أقترح أن نرتاح قليلاً. لن يمنحنا العدو فرصة الراحة، يجب أن نعتاد المجهود الشاق. لقد نفد الماء منا. أعرف، وهذا جزء من خطتي. ألا يوجد مع أحدكم جرعة ماء؟ أصمت ولا تذكر الماء أمامي. كيف تحتمل الظمأ وحرارة الشمس في سنك هذه؟ أعرف أن الموت نهاية كل حي، فما أشرف أن يموت المرء دفاعاً عن أرضه. لقد ضعنا في هذه الصحراء الواسعة. لا أريد أن أموت. ألطف بنا يا رب موسى وهارون. هل هذا سراب؟ لا، إنه الماء. النهر يا سيدي، النهر. توقفوا مكانكم، إياكم أن تشربوا من هذا النهر. الماء عذب ونظيف، ونحن نكاد نموت من الظمأ. اسمعوا أوامري، أنا القائد. لا تشربوا، إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم. من شرب منه فهو ليس مني، ومن أطاعني فهو مني. أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة. قلت غرفة واحدة باليد، توقف عن الشرب. كيف نتوقف؟ الماء لذيذ. لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك. سامحني يا سيدي، لا أستطيع المقاومة. هل انتهيتم؟ فلنواصل التحرك الآن. الملك يشير لنا. أيها الجنود، توقفوا. كل من شرب من النهر يتجه إلى جهة اليسار، والباقون إلى جهة اليمين. أنت شربت من النهر، رأيتك بعيني، اذهب مع من شربه. أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي. أوامري واضحة، اذهب مع من شرب. لا تخاف، لا يمكن أن يوقع العقاب بكل هذا العدد. أنتم مفصولون من الجيش، عودوا من حيث أتيتم. هيا يا جنودي لنواصل السير. ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت.
إنه أحمق، كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا عن شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل، ربما لديه حكمة ما. لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيداً، منذ أن كان دباغاً للجلود وراعياً للغنم. هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور. كيف هذا؟ حدثني عنه أكثر. لديه معرفة كبيرة بعلم الفلك، ويستطيع تحديد الجهات بمطالعة النجوم في السماء. وإذا كانت هناك غيوم في السماء كما هو الحال الآن؟ يعرف الجهات بالنظر إلى مكان هبوب الرياح وتكوين الكثبان الرملية حول الشجيرات الصغيرة. يا له من رجل خطير. السلام على الملك جالوت العظيم. أهلا بك يا عمروس، لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين، عندي خبر مهم. تحدث. صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء، وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب، ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا. يا له من قائد قوي، وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية 80,000 جندي، شرب من النهر أكثر من 76,000، الباقي عدد قليل. لكنهم أشداء، مخلصون، قادرون على مقاومة إغراء الظمأ. عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه. قل ما عندك. بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير، إلا أنه ليس محاربا. كيف هذا؟ كان يعمل رعيا ودباغا للجلود، ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال. قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه، هذه معلومة مهمة. أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب. إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا، ناولني رمحك أيها الطاهي، أبلغ الجنود أن يرتاحوا قليلا. أمرك يا مولاي. أيها الجنود، فترة من الراحة. معذرة يا مولاي، لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل. كان الظل هنا في هذه البقعة من الأرض، ومع حركة الشمس انتقل الظل إلى هناك. لو رسمنا خطا بين نقطة الظل الأول ونقطة الظل الثاني لاكتشفنا خط الشرق والغرب. لا أفهم يا مولاي. النقطة الأولى تشير إلى اتجاه الغرب، والنقطة الثانية تشير إلى اتجاه الشرق. إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت. نعم، سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد. أيها الجنود، يا جيش العماليق، هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم. الحرب! الحرب! إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة. من يقتل جنديا سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف. الحرب! 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 نحن على مشارف أرض العماليق، إياكم أن ترهبوا أعداءكم، وإلا انهزمتم قبل أن تبدأوا القتال. سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار. صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون. لماذا أحس في صوتك نبرة من الحزن؟ كنت أتمنى أن أكون محارباً يتقن فنون القتال لأزود عن جيشي وأكون المثل الأعلى لجنودي. أنت مثلنا الأعلى وقائدنا وملكنا الذي أرسله الله لنا، والنصر لا يأتي إلا من عند الله. أحسنت أيها الجندي الطيب، أعد لنا طعاماً خفيفاً على المعدة يهضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال. انظر يا مولاي إلى عددهم القليل. ستكون المعركة أسهل مما توقعت. اضبطوا أيها الجند
واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة. عددهم كبير، إنهم يحجبون قرص الشمس. لكنهم لن يحجبوا ضوءها، إننا أصحاب حق وسننتصر بإذن الله. كيف؟ ألا ترى العدد أمامك؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. استعدوا للهجوم، حطموهم بسيوفكم ودقوا عظامهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وماذا حدث بعد ذلك؟ هل انتصر جالوت الظالم؟ انتظر يا زياد، لقد وصلنا إلى الميناء ويجب أن نستعد للرسوب بالسفينة. وطالوت والحرب؟ يمكنهم أن ينتظروا قليلاً حتى نرسو بأمان وأبحث عن والديك، وبعدها أكمل لك القصة غداً بإذن الله وأنت بينهما.